بسم الاب والابن روح القدس الاله الواحد امين. خلال صوم سادتنا الاباء الرسل ما نقدرش ننسى ابائنا الرسل. يمكن مش كتير بنفتكرهم ويمكن مش كتير بنتكلم عنهم، ولكن في الحقيقه هم كانوا شخصيات مميزه جدا. كانوا مميزين في ايمانهم، كانوا مميزين في محبتهم، كانوا مميزين في خدمتهم، كانوا مميزين في تاثيرهم، كانوا مميزين في الإنجازات اللي حققوها في فترة صغيرة. بسرعة كده مع حضراتكم نتذكر إيمانهم، محبتهم، صبرهم، جهادهم، ألامهم، احتمالهم وإنجازاتهم في دقائق بسيطة، ونصلي إن ربنا يدينا إن احنا نتشبه بيهم. حضراتكم عارفين إنه سادتنا الآباء الرسل كان إيمانهم قوي واضح وصريح، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في أعمال 4 وهو بيكلم رؤساء الكهنة: لأنه ليس أحدا بغيره الخلاص، وليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص إلا اسم ربنا يسوع. كان إيمانهم واضح وصريح وثابت، وكانوا بيشهدوا بيه قدام الجميع من غير ما يخافوا أو ما يشكوا. كانت محبتهم قوية جدا، عشان كده مفيش حاجة قدرت تفصلهم عن المسيح، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشد أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عرية أم خطر أم سيف؟ لأنه مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار. كانت محبة قوية جدا، أقوى حتى من الموت. كمان كان صبرهم واحتمالهم عجيب جدا. معلمنا بولس الرسول برضو يقول في رسالته الثانية لكرونسوس أصح 11: في أصوام وفي أسهار وفي أتعاب وفي سجون وفي ضربات وفي أخطار من بني جنسي وفي أخطار من غرباء وفي أخطار من نصوص، في أصوام مرارا كثيرة في أسهار مرارا كثيرة، كم مرة ضربت، كم مرة جلدت، كم مرة شتمت، كم مرة هنت. مروا بحاجات يمكن إحنا محدش فينا يتخيلها، ولكن لأنه كان رسالتهم واضحة قدامهم أنهم عايزين يتمموا اللي طلبوا منهم ربنا يسوع: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. وكان إيمانهم بربنا قوي لأنهم كانوا مصدقين وكانوا واثقين أنه ما فيش حد غيره، ليس بأحد بغيره الخلاص، وطالما هم معاهم ما فيش حد يقدر عليهم. إيمانهم القوي ده، محبتهم لربنا وشهادتهم للحق، احتمالهم لكل الألام والتجارب، خلى برضو إنجازهم وتأثيرهم مختلف. في مدة بسيطة جدا خرجت أصواتهم إلى الأرض كلها، وبلغت كلماتهم إلى أقاصي المسكونة. في مدة بسيطة جدا، يمكن في 60 سنة، العالم كله في ذلك الوقت سمع البشارة المفرحة للخلاص. برغم قلة الإمكانيات أو عدم توفرها، برغم الظروف الصعبة، برغم الاضطهادات، برغم كل ده، لكن سادتنا الآباء الرسل قدروا إن هم في وقت صغير ينجزوا ما لم ينجزه أحد قبلهم ويمكن كمان بعدهم. تأثيرهم كمان في الناس كان عجيب جدا. إزاي وعظة واحدة تجيب 3000 نفس، وكلمتين يجيبوا 5، وإزاي إن إنسان متسلسل ومربوط إيديه يخوف الوالي اللي مسلسله وربطه؟ حاجة عجيبة قوي. تأثيرهم كان عجيب لدرجة ان هم يقول: هؤلاء الذين فتنوا المسكونة. احنا فخورين وفرحانين بسادتنا الاباء الرسل وكرامتهم الكبيرة، اللي مش بس احنا اللي بنقول عنها، لكن ربنا يسوع نفسه هو اللي كرمهم وهو اللي اختارهم وهو اللي ارسلهم، وهو كمان اللي قال لهم ان انتم ستجلسون على 12 كرسيا لتدينوا اسباط اسرائيل الـ12. وزي ما معلمنا يوحنا بيقول في سفر الرؤيا انه اساسات المدينه 12 اساسا، على كل واحد منهم اسماء رسل المسيح الـ12. احنا بنفتخر ان ايماننا وكنيستنا مبنيين على اساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. إحنا ككنيسة قبطية أرثوذكسية نفتخر أن مؤسس الإيمان في كنيستنا وأول واحد كلمنا عن المسيح هو ماري مرقس الرسول، أحد 70 رسولا،
اللي كتب إنجيل مرقس واللي كان شاهد عيان لحياة وآلام وقيامة وصعود ربنا يسوع المسيح. بركة سادتنا الآباء الرسل، محبتهم، صبرهم، احتمالهم تكون معنا جميعا، ولربنا المجد الدائم للأبد. آمين.